رحلت البلوجر العراقية أم فهد، ورحلت معها أسرار مقتلها أمام منزلها في منطقة زيونة في العاصمة بغداد مساء الجمعة 26 من نيسان برصاص مسدس كاتم من مهاجم مجهول كان يستقل دراجة نارية. عملية مقتل أم فهد فجرت جدلاً واسعاً في الشارع العراقي حول أسباب ودوافع قتلها، خاصة مع قيام القاتل بسرقة الهاتف الجوال الخاص بالضحية وقيامه بجمع الظروف الفارغة لرصاصات مسدسه الكاتم للصوت من مسرح الجريمة وتوجه أصابع الاتهام إلى جهات متنفذة تبتز مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. فعائلة المغدورة أم فهد طالبت من أمام موقع الحادث الجهات الأمنية بالكشف عن القاتل ومحاسبته والكشف عن الجهات التي تقف وراء عملية الاغتيال. أنا الحق من عندكم ما له علاقة، هسه طلعوني من الكاتل، ما خل أنا أصعد لجنة القضاء عليكم، طلعوني ما له من الكاتل، ما له علاقة يتحقق فيك، أنا يكتبون دولة يتحقق فيها. المقاطع التي وثقتها كاميرات المراقبة للحظات الأخيرة التي سبقت مقتل أم فهد أظهرت أن القاتل كان يتعقبها لحين وصولها لمنزلها قبل أن يتوجه إلى سيارتها لإطلاق النار عليها، في حين هربت فتاة أخرى كانت برفقتها ودخلت إلى المنزل. وبحسب شهود عيان فإن المرأة الأخرى قد أصيبت بطلق ناري أيضاً. هو كان لاحقها يعرف منين جتي اللي هي قبل ستوريات ناشره ستوري، انا حسب ما شفته على السناب قبل كانت بالصالون، فمن رجعت نزل هو بالدراج كان لاحقه، صديقتها نزلت اجى هو فتح الباب عليها رماها 3 طلقات او طلقتين بالضبط، توفت هي، صديقتها انصابت، حسب ما يقولون بالمنشور تليفون اخذه، تليفونها الخاص بها. لا يبدو مقتل البلوجر أم فهد كسابقه من استهداف لمؤثرين عراقيين بمواقع التواصل خلال الفترة الماضية التي طالت مؤثرين وناشطين وشخصيات، فالأسباب والأهداف الحقيقية لتصفية أم فهد لا تزال غير محسومة، وتتعدد الاحتمالات في هذا الإطار بين ارتباط تصفيتها بعلاقات للضحية مع شخصيات متنفذة من جهة، ودخول المنافسة مع مؤثرين آخرين على خط الدوافع والأسباب من جهة أخرى. فالغوص في تفاصيل الجريمة يكشف أموراً إضافية تقلص من احتمال تصنيف القضية كعملية قتل مجتمعية، بل أنها أبعد من ذلك بكثير. فالقاتل لم يسرق أياً من مجوهراتها التي كانت ترتديها لحظة مقتلها، على الرغم من أن قيمتها تتخطى 100,000 دولار. إلا أنه لم يسرق سوى الهاتف الجوال. سرقة الهاتف أكدت أنها تشير إلى رغبة جهة معينة بالاستحواذ على الهاتف وإخفاء أدلة أو أسرار ما تقود إلى معرفة أسباب قتلها. أما تتبع الكيفية التي نفذ بها القاتل جريمته فإنها تكشف عن احترافية عالية جداً بالتنفيذ وتطور نوعي بأدوات تنفيذ هذا النوع من الجرائم، وأن البصمة الميكروسكوبية لا تظهر إلا عند المدرب تدريباً عالياً بحسب تحليلات خبراء عسكريين وأمنيين، وهو ما فاقم من حالة القلق حول تحول الجريمة المنظمة إلى جريمة سياسية، جريمة ظاهرها اجتماعي ودوافعها الحقيقية سياسي يرتبط بعمليات ابتزاز واسعة النطاق تؤشر خرقاً خطيراً لمؤسسات الدولة. أياً كان السبب وراء قتل أم فهد فإن ما حدث ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه حول تنفيذ عمليات مشابهة أخرى تستهدف مشاهير مواقع التواصل، وأشر منعطفاً شديد الخطورة للوضع الأمني وبنية المجتمع على حد سواء.